تنبيه من المستوى الأول دائما عن موجة الحر التي ستستمر على المناطق الشمالية على كل من العاصمة تيبازا، غليزان، شلف، مستغانم، عنابة، عين تيموشن، تلمسان، عين دفلة، طارف، بومرداس، وهران وحتى على ولاية البليدة. إذا درجات الحرارة ستفوق المعدل الشهري. أما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة صحوة على السواحل، عاد السحمنة والعالي ستنتشر على المرتفعات والهضاب، أجواء مستقرة على الجنوب، بعد السحب كذلك ستنتشر بدون فعالية على الصحراء الوسطى ومنطقة الثورة، هبوب رياح قوية مما يعمل على تطير لرمال على أقصى الجنوب. 9 درجات خلال هذه الليلة على الجلفة، 24 درجة على العاصمة، 15 درجة على التامن راست غردايه وكذلك ولاية بشار، 20 درجة على الصحراء الوسطى ولاية تندوف، 21 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال الظهيرة إن شاء الله ظهيرة الغد تصل درجة الحرارة دائما على العاصمة لغاية 35 درجة، 36 درجة على معسكر غليزان شلف وحتى على ولاية لمسان، 34 درجة على وهران، 32 درجة على بجاية سكيدة عنبة والطارف تيزي وز والبويرة، 22 درجة على المشرين عامة والبيز، 24 درجة على بشار، نفس المقياس على ولاية جانيت، 34 درجة على أقصى الجنوب، 36 درجة وهذاك على المقياس على ولاية تندوف. البحر يبقى هادئ وجميل تقريبا على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة متغيرة الاتجاهات لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة.